في البداية عاوزين نعرف الأقاويل اللي بتتردد عن إن حضرتك هتتولى تدريب النادي الأهلي، تعليق حضرتك على الموضوع ده. والله هي كلها أقاويل وكلها استنتاجات وكلها ترشيحات، لكن ما فيش حاجة رسمي حصلت معايا يعني، فهي بس كلها كلام يعني. مفيش حد كلمك من إدارة النادي؟ لا 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 لا، محدش كلمني. حضرتك ترحب بإن أنت تتولى تدريب النادي الأهلي؟ مش أنا بس، أي حد من أبناء النادي الأهلي دي حاجة هايلة جدا بالنسبة له، وده شرف كبير يعني، يتمنى كل أولاد النادي الأهلي يعني. طب عقد حضرتك مع نادي بتروجيت في حالة إن لو الأهلي طلبه؟ هو مش حالة، هو أنا بتروجيت يعني، إحنا اتفقنا على كل حاجة، لكن إحنا ما مضيناش عقود، ودي طبعا انا برضو يعني انا سايبها، واكيد ان هي برضو بالنسبه للبتروجيت دي حاجه برضو يعني من الطرفين، ان احنا يعني دي فتله انتقاليه، الفتله الصغيره دي اتمنى ان شاء الله ان الفتله الجايه دي، طبعا احنا بتروجيت بصراحه محتاج تدعيم كتير قوي، التدعيم دوت اكيد ان هو يعني هيحصل من مجلس اداره، خصوصا بقى الفتله دي ما فيهاش تدعيم، الفتله اللي جايه دي ان شاء الله، فاكيد ان احنا لما نقعد مع بعض ونشوف الامر هيوصل لايه، اكيد ان دي برضه يعني هتدينا دفعه هايله جدا ان للاستمراريه، او اذا كنا هنشوف هنعمل ايه مع بعضينا يعني. تقييم حضرتك لتجربه الظفار العماني، شايفها ناجحه ولا لا؟ جدا يعني، جدا، وانا استفدت منها بشكل كبير قوي الحمد لله. شايف التجربة ناجحة؟ هايلة جدا يعني الحمد لله. مش تم تجربة ما شاء الله، انت كل ما بتشتغلي في مدارس مختلفة اكيد ان دي بتدي لك خبرات كبيرة جدا، والحمد لله يعني كل ما الواحد بيشتغل كل ما بيزداد خبرة، كل ما يعني بينتفع بالفترات اللي هو بيشتغلها. يمكن تم إقالة حضرتك من؟ لا مش إقالة الحمد لله، هي يعني انا جيت في فترة اللي هي بعد الماتش اللي حصل دوت، انا شفت ان الامور يعني فيها في صراحة يعني كان فيها عدم التزام من بعض اللعيبه كده، فانا قعدت مع الاداره ورئيس النادي والناس تفهمت الكلام دوت، والناس هي يعني مش انا حتى، يمكن انا اول مره اقول الكلام ده هم اللي كانوا بيقولوا الكلام ده.